أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: أنا مدرسة تحفيظ في مسجد، ويوجد في المسجد غرفة داخل المسجد، هل يجوز الجلوس فيها أثناء الحيض من أجل تعليم القرآن الكريم؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، والمراد بالمسجد كل ما حال وحاشه سور المسجد، كل ما حاشه سور المسجد فهو من المسجد، والغرفة التي بابها على المسجد هذه من المسجد، أما الغرفة المجاورة التي بابها خارج المسجد وهي مجاورة فقط هذه ليست من المسجد، هذه كما لو كان بيتك بجنب المسجد ما بينكم إلا جدار.